شفتي الخيانه وصلت لايه؟ خيانه ايه؟ ما انا عايزه بس اكمل لك. قولي لي بقى انه كمان ما كنتيش تعرفي ان هما بيصوروا. والمصحف الشريف ما اعرف، ورحمه ابويا ما ليه، وانا يوسف شاهين احنا دلوقتي حتى قرارات الجديده ممنوع في المشاهد ان حضرتك تدخلي او تمسكي جهاز. انا هصور بايكوس وحياه المصحف الشريف ده، ومصحف ربنا ده ماشي على طول في شنطتي، ومصحف ربنا ده انا اتغدر بيا برضو وانا بصور معاها البرنامج، ومصحف ربنا ده. طب انت سالتي الكاميرات دايره ولا لا؟ يمكن كانت دايره وانت ما تعرفيش حضرتك. دي مش غلطتهم يا فندم، وانا بشتغل على ثلاجه جبنه في سوبر ماركت، يعني ايه ما تعرفيش؟ ولا انا جديده في الكاميرات. هو ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ الكاميرا لما بيبقى فيها حتى الريد لايت الواحد بيعرف دي واصله، ان الكاميرا بترك واخديني، لان هم ثلاث كاميرات، كاميرا ورايا وكاميرا قدامها وكاميرا في الواسع. الكاميرا الخاينه دي اللي اخدتني، وانا معايا المساعدين بتوعي بقول لهم يا فلان يا فلان هاتوا الايكس خلاص. فقالت لي ليه كده ليه كده، انت بصي اتعصبتي ازاي، انت وترتيني ليه بس ليه؟ قلت لها هو ايه اللي ليه؟ انت طالعه مخلياني ابرر، انت ما قلتيش كده، انت قلتي عوده الصداقه. بعدين كل ما اجي اتكلم في موضوع المتهم ده انت ليه بتهربي من الموضوع؟ انت ليه مطلعاني انا اللي غلطانه؟ وانت الفيديوهات اللي اتعملت دي كلها والشتايم والتلقيحات، ولغايه اول امبارح هي والمتهم تلقيحات عليا، ده حلو ليكي؟ وابتديت اتعصب، وانا شخص انا كده عليك انك تقبليني كده، انا شخصيه حقيقيه، بضحك بضحك في وشك، بحبك بيبان في وشك، بتعصب بتعصب، وانا شخص سهل جدا استفزازه، سهل جدا انك تستفزيني، يعني حلو ده، سهل قوي قوي استفزك النهارده. لا انت بتستفزيني اول ما قعدت على طول معاكي، الناس بتقول كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، فخره سخنه، بس انت مع ضيوفك كلهم مش معايا. لسه شفتي حاجه؟ ماشي كملي يا ريم. انا عادي يعني معاكي عادي، كملي. المهم فلما وقفت الحلقه شربت الايكوس على اساس ان احنا بريك، وانا من النوع اللي بسخن على طول، فلازم فاهمه اهدى شويه. فقالت لي ايه يا ريم عصبتي كده ليه؟ انت وترتيني، انا مش عارفه اسال. قلت لها لا انا مش طالعه تقولي لي مصور، انا فعلا عاشور، انا فعلا ماليش دخل، انت وكنتي وزميله اخرى بتتكلموا في انا ما اعرفش، ماليش علاقه بيه، وداخله تقولي لي حاجات انا مش فاهمه انت بتقولي لي ايه. قالت لي لا خالص، وده هيتشال في المونتاج، وده كل ده واحنا تمام خلصنا. ابتديت نصور تاني. هديتي بقى؟ هديت شويه، ابتدي هديت بس خلاص عارفه نيتك. هديت بس انا عارفه نيتها، يعني هو باين. القلوب بتبقى باينه على الوشوش. القلوب بتبقى باينه على الوشوش، بتبقي قاعده قدامي حتى لو انت ضدي بتبقى باينه، الحب بيبقى باين، الكره باين، والحقد باين، كل حاجه بتبقى باينه. ودخلنا كملنا، احنا ما قمناش من الكراسي يعني، كنا بنصور في البلكونه. وبعدين كملنا بقيه الحلقه بقى على حاجات ثانيه، على الارتباط وعلى مسلسل نقل عام وعلى حاجات في دراما ومش عارف ايه. بعدين قامت اخذتني بالحضن وخلصت الحلقه. كانت طالبه تصور شطات بقى وهي بترميني في البيسين. قلت لها لا انا عن نفسي عامله مكياج وشعر، يعني مش شايفه علاقتين ست كده اصحاب ان يعني. اسال بقى سؤال، انت شايفه انا قاعده سامعاكي من طبعا الصبح؟ لا ما الحكايه طويله. يعني اخدتي فرصتك كلها. ليه طلبتي اعاده تصوير الحلقه؟ مش انا اللي طلبت اعاده تصوير. امال يا فندم انا ما عنديش وقت خالص. دلوقتي بقى لي من سنه 2020 لدلوقتي ما عنديش وقت للكلام ده. يعني معلش، امال مين اللي كان عايز يعيد تصوير؟ هقول لحضرتك. المهم خلصت الحلقه، مشيوا الساعه 11 الصبح ولا 11 ونص الصبح. بعد ما مشيوا نمت كام ساعه كده، صحيت لقيتها منزله الصور والحاجه. قلت لها الصور بيتعمل لها ايديت، انت عارفه يعني كست نعمل ايديت وبنعمل. انا فرحانه، انا مبسوطه. قلت لها حبيبتي انا كمان فرحانه، بس نعمل شويه حاجات تجميليه كده يعني. لا نزلت الصور، اتس اوكي. شويه وبالليل بعتت لي البرومو.
انا عارفه طبعا مصوره ايه يعني، انا عن نفسي عارفه مصوره ايه، فلقيت البرومو اللي موجود لغايه دلوقتي على التيك توك وعلى المنصات وعلى القناه إيه؟ عشان انا ما تابعتش، مش متابعه ولا شفت. انا ما اعرفش ان ابويا وبعيط وما اعرفش ليه قاصدين برضو التصوير طول الوقت فيري بيج كلوز فيري بيج كلوز، انا كده وحضرتك في اللونج، حضرتك اضاءه بيضه وانا اضاءه انا مش عارفه ليه يعني، دي انا مش عارفه. بس قلت لها، بس عايز اسالك سؤال، هو فيها ايه لما تطلعي انك حزينه على والدك وتعيطي عليه؟ لا يا فندم انا ما بتجرش ابويا بعد 60 معلش يعني. انت بتسمي حزنك على والدك انه طبعا لما اطلع في برنامج حضرتك تحطي لي موسيقى تصويريه في ظهري وتقعدي تكلميني، وبعدين كنت طلعت مع اي حد اطلع معاكي ليه؟ انت طالعه بتكلميني في عوده الصداقه، شفتش حاجه فيها الصداقه، تكلميني على ابويا، فقعدت انا اتكلم واقول اللي حصل يعني يعني هي اللي طلبت انها تعيد الحلقه؟ ما انا جايه اقول في الكلام، اقول لك اهو قولي. وبعدين جيت بعد كده الموضوع والله هو ده الموضوع. وبعدين جت بعد كده بعتت لي البرومو، قلت لها البرومو وحش كده. الاول بعتت لي المزيكا، فلقيت دي المزيكا اللي انا هحطها في الحلقه، انا هعمل لها حاجه، التفاصيل دي بقى طبعا مش بتاعتي. بعدين بعتت لي البرومو، قلت لها انا لسه موريه الاعداد رئيس التحرير دلوقتي الشات استاذ شريف عشان يعني في البريك يدخل لنا. قلت لها هو ده البرومو، هو ده ده انا وريته ما بعد كمان. قالت لي وحش جدا عشان انت وفرتيني. وانا قلت لك مفيش حاجه ماتيريال ناخده. ماتيريال ايه؟ ما انا كنت قاعده قدامك عوده الصداقه. ليه ابويا وليه الحزن وليه كانوا مخبيين عني وليه ما مش والله ما حد هيتعاطف معانا عشان قصدي. عارفه لو حقيقي الموضوع هيبقى حقيقي، لكن انت بتعملي ستريس بتعملي ستريس بتعملي ستريس طول الوقت. فده كان البرومو كده، فقلت لي هغيره هسحبه. قلت لها ريهام مش حلو، وانا كده بتاجر ببابا، وانا كده ما ينفعش، وانا وابتديت اتضايق، وعادي بقى بكلم صاحبتي بقى، ما انت عارفاني ان انا بتعصب يعني. يا ريهام كده ما ينفعش، قالت لي هسحبه. قلت لها هل ينفع يا ريهام انت انا فيري بي كلوز وانت في اللو اتليب؟ دول ضدي، دول من قناه ثانيه، مش عايزه اقول اسم القناه بس برضه موجوده عندي في الشارع. يعني هي كانت بتصور في قناه وجايبه مصورين من قناه ثانيه؟ مش بقول لك في اول القعده اتخانقت مع مدير التصوير واتخانقت مع الكاميرا وازاي تبعتوه دوت وده ضدي وده ما بيحبنيش والحاجات دي. فهي قالت لي قلت لها طب ورديتي يعني ليه؟ هي كان عندها مشاكل مع الكرو اللي معاها. ايوه يا فندم. فجي بعد كده قلت لها طب ورديتي ليه نصور؟ ما احنا بقى بتوع بعض خلاص، انت جاي تصوري عندي اصلا فمش كلفكوا حاجه يعني بقى يعني طب ليه؟ قالت لي دول بيشتغلوا في القناه كذا. قلت لها وايه اللي دخل القناه كذا معانا؟ ما هم دول ضدي. قلت لها طب انا دلوقتي ده مش عاجبني، برومو ده مش عاجبني، قالت لي يتسحب ولا انا كمان. وفعلا قالت لي انا اتفرجت على الحلقه، الحلقه وحشه قوي يا ريت. قلت لها الحمد لله يبقى الغيها. قالت لي لا نعيد تاني. قلت لها ماشي. قالت لي لو كده دي نجي لك تاني. قلت لها لا مش هينفع بصراحه، ما اقدرش استحمل كرو بقى جايين على مبيت كده الصراحه يعني الصراحه مش هقدر. انا عملت بما بقيت لي انت هتذلينا انت. قلت لها والله عملت بما فيه الكفايه. واتذاعت الحلقه واتقصى بقى اصحابي اللي قاعدين جنبي قالوا لي ريم انت بتهري وتنكتي، هي هتذيع الحلقه؟ وانا على خلاف مع مدام سميره، انا عندي مشاكل مع مدام سميره، مش انا صاحبه القناه، مش انا اللي بقول. ايه؟ مش انت اللي بتقولي؟ ده انت الاعداد نفسه، ازاي ليه الكلام كله اتغير؟ انا ومش انا وانت اتنرفزتي، انت ضيعتي مننا الحلقه، انت يعني انت كنت ملمه وقتها. وابتدى الموضوع بقى جذب وشد في التليفون. طيب بس انا اتعلمت بقى عشان ما تعمليش قواضي تاني. خلاص بقى غلطه الشاطر بقلب. بقيتي بتحرصي على كلامك على كلامي بقى، اعرف ايه بقى اللي هو قانونيا هيتقال. اتعلمتي الدرس. انا مش معقول بقى وبعدين نفس الشخص تروحي تعملي لي قضيه تاني. فقالت لي كذا، فقلت لها حبيبتي انا مسافره، وفعلا كنت مسافره بره مصر. انا مسافره بره مصر. قالت لي الحلقه تتذاع بكره. قلت لها مبروك الف مبروك، انا عن نفسي اسمعي بس ومش عارف ايه وكذا. قلت لها انا مش هشوف حلقات خلاص خلاص.
جت ساعه الحلقه برضو وريتها الاستاذ شريف رئيس التحرير بتاع حضرتك. دلوقتي كنا قاعدين كشف كل حاجه برقمها بكل حاجه. قالت لي انت شفتيش التعاطف، بعتت لي بقى وهي بتتفرج، شفتيش التعاطف قد ايه من الناس، وبعتت لي سكرين شوتات من الكومنتس بتاعت الناس وكم من الناس اللي بتدعي له. قلت لها حبيبتي انا بره مصر، انا ما بتفرجش خلاص، وتجاهلت تماما. ده بقى الجنن الدنيا وتنزلت لي صوره بكلب بيطلع لسانه، كلب كلب، عشان انا اللي كنت صعبانه عليكي وجايه اهو اتفضلي. بجد ساعه الحل. طب يمكن كانت تقصد حاجه تانية. والله بس انا بتلكك، طلعت لي كلب بيطلع لسانه. انا ولا كاني طبعا شايفه اصلا، وفعلا ما كنتش فعلا بجد بجد ما كنتش بتفرج على الحلقه لان اعصابي ممكن يحصل لها حاجه. رحت متجاهله تماما تماما. تجاهلتي الصوره دي؟ تجاهلت كل حاجه، تجاهلتك انت تماما، وعند الله تجتمع الخصوم. وعند الله تجتمع الخصوم، لاني سامحتك من قلبي، ولما دخلتي العزا عليا نسيت الموضوع ده، نسيت كل الإساءة والشتايم والفيديوهات واللايفات. انت والشاهد المتهم دلوقتي جيبوا في عرضي وسيرتي وسب وقصف وتريقة، نسيت كل ده واديتك فرصة تانية، مش هديكي تاني خالص.